اروح للاستاذ نشأة الديهي الرئيس التنفيذي لقناة تان تي في، واستاذ نشأة ما هو دور الشراكات ودور قناة تان تي في في تحقيق المبادئ العشر للاتفاق العالمي؟ يعني أنا قبل أن أتحدث عن هذه المبادرات التي تمت أو ما سوف يتم إن شاء الله، أنا أهنئ أنفسنا، نهنئ أنفسنا نحن في قناة تن. لنا الفخر ولنا الشرف أنه تم اختيار سفير من بين أبناء القناة، فلنا شرف وعليه المسؤولية. يعني هو لن نهنئه بنهنئ أنفسنا بصدق، وسنكون جميعا عون ودعم صادق لإنجاح الفكرة في المقام الأول. وهو اختيار، أنا بقول للأستاذ محمد بحق، اختيار صادف أهله، وسعادة عندما تجد أنه تم اختيار أحد في مكان هو أهل له، مؤهل له، مؤمن بما يقول. أنا أعتقد أنه زميلي عمرو يعني أهل لهذه المهمة، والجميع سيساعد بكل صدق إن شاء الله. بخصوص الاختيار برضو، كان لازم يعني عمرو شكر الناس كلها وطلب من الناس المساندة. فالمساندة زي ما عمرو قال في البداية انه دورنا بس مش تطبيق هذه المبادئ داخل القناة، دورنا ان احنا ننشر، نوعي، ان احنا نبث، ان احنا نقنع، ان احنا نحاور الاخرين بما امنا به من مبادئ وما تحملناه من مسؤوليات. كل أبناء قناة تن هم سفراء لهذه المبادرة، لأنه عمرو بيمثل كل العاملين، وكل العاملين هم سفراء. فأنا بدعوكم جميعا أن أنتوا سفراء فوق العادة، لأنه أنتوا اللي هتنفذوا هذا الكلام وهذه المبادرة. كل زملائي الإعلاميين والصحفيين من كل المؤسسات، أعتقد أنه لأنها لأول مرة يتم اختيار سفير إعلامي في المنطقة، أعتقد أن ده تكريم للإعلاميين والصحفيين والمذيعين. فيلا بينا نساعد بعض بصدق لمرة إن شاء الله الأمور. أنا متفائل للغاية. بالنسبة لقناة تن، خلال العام الماضي فكرنا في إدارة القناة كيف نساهم في تقليل الأعباء على المواطن، كيف نطبق مسؤولية اجتماعية، كيف نطبق جزء إنساني للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. كانت أولى مبادراتنا رحنا للمستشفيات اللي بتستقبل حالات وما عندهاش إمكانات تعمل إعلانات، وعرضنا عليهم إن احنا نعلن. احنا كنا نبحث عن هؤلاء ولم يطرق أبوابنا هؤلاء. رحنا لمستشفى بوريش في مبادرة خلال شهر رمضان الماضي، وعملنا معهم، عملنا لهم ديل، احنا اللي اتفقنا معهم، ما دفعوش مليم، عملنا اعلانات بمبلغ ضخم جدا يفوق الاثنين مليون جنيه. رحنا لمستشفى لجامعة زويل، رحنا لمستشفى مبادرة عيني في عينك اعتقد، رحنا عملنا في المترو، قلنا الناس اللي مش قادرين يدفعوا تذاكر المترو نعمل لهم اشتراكات. ودي كلها كانت مبادرات من الادارة ما كانش المقصود منها غير ان احنا نشعر ان احنا ما نردده نطبقه، لانه في مسافه كبيره جدا بين الكلام اللي بيتقال والتنفيذ. احنا كنا صادقين مع انفسنا، قلنا اللي احنا بننادي بيه تعال نطبق جزء، نبقى مثل حي للناس ان احنا بنقول حق العامل ندي الحق العامل. مفيش واحد مشي من القناه جبرا، مفيش حد مشي من القناه ما عملنالوش احتفاليه وكان راضي وبيزورنا لغايه دلوقتي. مفيش حد من الناس اللي بيشتغلوا معانا بيشعر بقهر. احنا بنحاول في بيئة عايزينها تبقى بيئة كاملة. اعتقد دورنا تضاعف ومسؤوليتنا ضعفت. خلال الفترة القادمة هيكون عندنا كثير من المبادرات، هيبقى عندنا كثير من الفعاليات، كثير من المشاركات. انا اتصور انه ما قمنا به في العام الماضي وحتى هذه اللحظة من المشاركة فيه اكثر من منتدى بيعمق هذه المبادئ.